بس احنا كمجتمع بغض النظر احبائي احنا محتاج نصلي فعلا، بقولها من كل قلبي، انه نصلي من اجل الحكام. وانا يوميا بصلي من اجل الرؤساء ومن اجل الحكام، هاي الرب حطه على قلبي انه بصلي من اجل كل رؤساء والملوك الدول العربية، وانا بشكر الرب من اجل كل واحد منهم، وبشكر كل ملك وكل رئيس وكل واحد في السيادة وسلطان. واكيد الرب حطك، فانت اللي راح تواجه الرب، مش حد تاني من مجتمع. اترك بصمة، اترك اثر حلو في المجتمع. شو رأيك تكون انت السباق الاول انك تعلن انه بلدك منفتحة بالكامل لكل واحد يختار اللي ما يريد ما يشاء. شوف كيف الرب رايح يباركك. بس احنا كمؤمنين وظيفتنا انه فعلا نصلي، وانا عاوز اقول لكل اللي بيشاهدونا، صلي من اجل بلدك، وصلي يوميا، صلي يوميا من اجل حكام بلدك ايضا.